السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم في هذا الفيديو جيت بهذه الكيفية الهائلة تاع هذا الكعكعات هادو بدون حشو بالكاوكاو اللي جاو بنا ما كانش كما هي. كاع اللي ذاقوهم عجبوهم وطريقة سهلة وتجي كمية معتبرة تاع عائلة كبيرة مام المناسبات ولا هايلين بزاف. نروحوا مباشرة للمقادير وكيفية التحضير. هنا درت كمية كبيرة، عندي 6 حبات بيض، 500 غرام زبدة طرية، زوج كيسان زيت، زوج كيسان سكر بودرة سكر غلاس، وكاس مايزينا. ونظفت هاد الكاس السكر البني اللي مد بالنار روعة لهاد الحلوة. زوج اكياس خميرة كيميائية، مغرفة كبيرة تاع لافاني، وقرصة ملح على حسب الذوق. وهنا درت 200 غرام تاع كاوكاو مرحي محمص ومرحي، انتي ديري واش حبيتي، مكسرات اللي حبيتي ديريهم. حطيت الزبدة، راح نخدم في البيتخان، تقدري تخدمي باليد ولا بالباتور. حطيت هاد الزبدة اللي كانت طرية في البول تاع البيتخان، حطيت السكر البودرة، ضفت اللافاني، قرصة تاع الملح، والسكر هذا البني اللي يجي معسل يمد بنا روعة. وتقدر ديري سكر حبيبات واحد اخر. ضفت كان مقادير مع بعض، الزيت كامل المقادير درتهم مع بعض وديتهم تخلطوا في البيضخة حتى شوفوا بهاد الكعب بهاد الورقة هذه حتى ولا كريمي الخليط ولا كريمي. تقدر ديريه بالباتور. ضفت البيض بعد ما طلع الخليط، ضفت البيض وعاود رجعتو يتخلط حتى تاني هذاك البيض يتجانس مع الخليط كامل. هاي ديك عاود تديتو تخلط. وهنا فرغتو في هاد الجفنه كميه كبيره باش نخلط يعني الاز في هاد الجفنه. حطيت هاد الخليط، ضفت الكاوكاو اللي تحمصيه في الحين كي تكوني حديري تخدمي حمصيه باش يمد بنا. وحطيت النشا المايس يعني، وخلط مليح وبديت نضيف الفارينة مع الخميرة الكيميائية. نضيف ونخلط. مع الأول كنت نخلط بالسباتولا، من بعد نولي ندخل يدي باش نعرف لا تكستور تاع العجينة كيفاش. نخلط مليح مليح، أنا جا الخليط مازالو طري. فوالا هنا نحيت السباتول وراني نضيف ونعمل نستعمل يدي باش نعرف العجين كيفاش لازم يكون. شوفوا خلطت مليح، لازم العجين يقعد شويه طري، ما تعجنيش تلمي برك. شوفوا حتى تشوفوا العجينه تلمدت. هنا جبت الميزان، تحبي ديري عينك هي ميزانك، الميزان يجو على حبه. درت هنايا الميزان معلو، كنت نسيي في المول تاع السيليكون شحال تجي الحبه، 32 غرام هكذاك على حساب المول تاعك. مع الاول درت 35 وبعد جاوني شويه كبار نقصت شويه 32 غرام هكذاك، ونحط في هذا المول تاع السيليكون تاع الكعكعات وندخلهم مليح مليح يجوا على حبه ويجوا طريين ويتقرمشوا. هذا الحلوه عمرت كامل الحلوى ودخلتهم يطيبوا على 170 درجة. بعد ما طابوا وتحمروا مليح مليح، شوفوا نحيتهم يتنحوا فاسيلما ويجوا على حبة. شوفوا كملت كامل الكمية، شوفوا جات كمية كبيرة بعد ما بردت الحلوى تاعي. عندي هنا كاوكاو محمص خشين، خليته شوية خشين، وعندي لا كونفيتور مربى المشمش. انتي ديري واش حبيتي، مربى تحبي، شوكولا تحبي، كراميل. ندهن مليح مليح، ندير كميه مليحه تاع الكونفيتور لهاد الحلوه. من بعد نجوزو في الكاوكاو الخشين، هذا المرحي خشين. وكاين كميه الاخرى درت لها نوات كوكو، وديري تزواق اللي حبيتي. تعمري مليح مليح بلا كونفيتور، سورتو هذا المربى تاع المشمش يمد بنا لهذا الكاطو. جا ما شاء الله بنين مقرمش طري جاي هبل. هاوليك جات كمية كبيرة تاع عائلة تاع مناسبة ب 500 غرام تاع زبدة.
500 غرام تاع زبده، جات كميه ما شاء الله عليها بزاف كبيره. تقدري تديها تهديها لحبابك ولعائلتك، ولا للدار تاني تشد تقعد مده طويله للقهوه تاع الصباح ولا تاع العشيه. جات بنه رائعه، نتمنى هذه الكيفيه عجبتكم وتبارطاجيوها مع اصدقاء تاعكم واحبابكم، ونتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين وكيفيات واحد اخرين. مع السلامه، الى اللقاء.